وعن الوضع الميداني في قطاع غزه قال المتحدث باسم السلطات الصحيه في غزه اشرف القدره ان الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره على مجمع نصر الطبي للاسبوع الثاني على التوالي مشيرا الى نفاد الطعام من الطواقم والجرحى والنازحين في المجمع واضاف القدره ان الاحتلال الاسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائره الاستهداف وأكد القدرة أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود، كما أن هناك تراكمًا للنفايات في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي ويرفض الاحتلال السماح لنقلها للخارج. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26,751 فلسطينيًا بالإضافة إلى 65,636 مصابًا. منذ السابع من اكتوبر الماضي